فقراتنا النهارده هنبداها معاكم بفقره مع الاستاذ شادي البيالي، عضو نقابه السياحيين المصريين، واللي عامل مبادره لطيفه جدا اسمها كام تو ايجيبت، وهيتكلم معانا في الفقره عن المبادره وعن السياحه المصريه بشكل عام. فقره مشوقه ولطيفه جدا، استنوها. اما فقرتنا الثانيه فهتبقى مع الدكتور هاني الناظر، استشاري الجلديه، واللي هيعرفنا بقى كلنا ازاي نتعامل مع عوده الدراسه ونحافظ على اولادنا في المدارس من اي عدوى لا قدر الله، وايه اشهر الامراض الجلديه اللي ممكن يتعدوا بيها خلال الفترة دي. هنستنى أسئلتكم واستفساراتكم على صفحة القناة، صفحة صباح الورد بالعربي، هتلاقوها على الفيسبوك أو صفحة قناة تان. هنروح دلوقتي نشوف أبرز الترندز اللي بيبحث عنها المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، ونرجع نكمل كلامنا.
صباح الورد عليكم من جديد. خلونا بقى نبدا اخبارنا ويومنا معاكم كده بمشهد كان لطيف قوي امبارح. السوشيال ميديا كانت حرفيا غرقانه بصور الطلاب في اول يوم من المدرسه، مشهد مبهج وجميل وكله تفاؤل وطاقه وامل. الامهات مع الاطفال بيودوهم المدرسه، والاباء كمان بياخدوا صور معاهم وينشروها على السوشيال ميديا، وكمان زمايلنا المصورين والصحفيين اللي بيصوروا المشاهد دي. كان مشهد غايه في الروعه. كان ضمن الصور دي كمان اللي انتشرت بشكل كبير صور خدت زاويه مختلفه كده للشرطه المدرسية، عملها الزميل نادر نبيل المصور الصحفي. وبمجرد ما انتشرت الصور بشكل كبير على السوشيال ميديا حققت مشاهدات عالية وتداولتها صفحات كتير قوي، علشان كمان كانت مميزة ومختلفة. خلينا نعرض الصور معاكم كده وناخد مداخلة من الأستاذ محمد سامي رئيس قسم الأخبار بموقع مصراوي. أهلا بيك وصباحك صباح الورد. صباح الورد على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. لو نعرف من حضرتك ايه ابرز المشاهد اللي رصدتوها في اول يوم مدارس؟ خليني بس اقول لحضرتك على مشهد الصور بتوع طلاب مدرسه السعديه اللي انتشرت امبارح في الجيزه، وكان صورها زميلنا في مصراوي نادر نبيل، واللي عملت رواج كبير على السوشيال ميديا. ما بين البعض خدها باطار الهزار وان دول مش طلاب، دول من اسم الهرم على سبيل الهزار. طبعا الطلاب دول هم طلاب في الصف الثالث الثانوي، ومدرسه السعديه هي من المدارس اللي ما زالت محافظه على فكره وجود الشرطه المدرسيه وتحقيق الانضباط، والطلاب بيعيشوا فيها يوم دراسي حقيقي وملتزم. ولما اتكلمنا مع الطلاب اللي ظهروا في الصور، يعني هم قالوا ان ده دورهم، ان موضوع الشرطه المدرسيه ده بيعملوه بالتبادل ما بينهم وبين بعض، سواء تنظيم اليوم الدراسي او لاي امور اخرى، وان دي حاله من انتظام وبيعملوا كل سنه، وما كانوش متوقعين ان الصور هتعمل رد الفعل اللي ظهرت عليه. طب حضرتك ليه شايف ان الصور دي عملت رد الفعل ده وانتشرت قوي كده على السوشيال ميديا؟ ممكن السبب في ده هي ملامح الطلاب، ملامح الطلاب اللي ظهرت ان هي اكبر من سنهم في ثالثه ثانوي، هي دي اللي عملت حاله من الجدل على السوشيال ميديا. هو ده السبب اللي اعتقد ان ده عمل ضجه، حتى زميلنا نادر نبيل صحيح في اللقطات اللي خدها كان يبدو ان هو واخد لقطات معينه محطط جنب بعض، عملت حاله من ايه؟ من الجدل اللي حضرتك شفتيه او الهزار، والبعض الاخر يعني خدها يعني بشكل لطيف. كمان الطالب نفسه علق انه ده بيحصل عندهم بشكل متكرر زي ما حضرتك قلت. وكمان عايزين نعرف من حضرتك من رايك ايه اهم المشاهد اللي بتكون متكرره في اول ايام المدرسه؟ احنا امبارح لما نيجي نرصد يا فندم رصدنا 7 مشاهد مهمه في اليوم الاول للدراسه في حوالي 14 محافظه، يضافوا الى المشاهد اللي رصدناها في يوم السبت اللي هو يوم الدراسه في 11 محافظه منهم محافظات الصعيد. لو احنا حطينا برضه ما زالت خناقه التخته الاولى متواجده في عدد كبير من المدارس على مستوى الجمهوريه، لكن وزاره التربيه والتعليم وبعض الادارات التعليميه قدرت تحسم هذا الجدل بان هي وضعت قواعد لشغل التخته الاولى عن طريق الاطول الاكثر فالاطول، وده امر حسم جدل كبير في عدد من المدارس. ده المشهد الاول. المشهد الثاني طبعا هو مشهد محمود وهو اصطحاب اولياء الامور لاولادهم في المدرسه، لكن في بعض المشاكل حصلت رصدتها يعني نقابه المعلمين في الجيزه لما قالوا ان في تكدس من اولياء الامور حصل لحجز المقعد الاول لجلوس ابنائهم، وان في شكاوى في جنوب الجيزه وتحديدا من مدرسه الفتاه التجريبيه، وان حصل مشاكل كبير فيها وقدرت اداره المدرسه تحل الموضوع ده. المشهد الثاني اللي رصدناه، واحنا عارفين طبعا ان البعض بيحاول يجتزئ الصوره من مضمونها علشان يصدر صوره سلبيه في بدايه العام الدراسي، ده امر احنا معتدين عليه من 2014. شفنا صوره طلاب مدرسه في الخنكه قاعدين على الارض، وده عمل مشاكل كبيره واثار طبعا تم استغلالها من عدد كبير من وسائل الاعلام المعاديه، لان محافظ الاليوبيه اتصلت مدير المدرسه واحالت مدير الاداره للتحقيق، وقال ان المدرسه دي اصلا بتخضع للتاهيل ضمن مبادره حياه كريمه، وان الطلاب دول منقولين لمدرسه. طب ايه حقيقه الصور دي يا فندم؟ ان الطلاب دول منقولين لمدرسه في معهد ازهري كفتره ثانيه، وان الطلاب دول كان لازم يتم توجيههم ما يروحوش على المدرسه اللي هي اصلا تحت التطوير، ويتم تصويرهم وتصدير ده اللي اتقال ولا دي حقيقه الصور؟ دي حقيقه الصور. دي حقيقه الصور ان المدرسه اصلا تحت التاهيل.
في مؤتمر مبادره حياه كريمه، وان ان الطلاب منقولين لمعهد ازهري في نفس المنطقه في الخنكه. طب من ضمن يعني باقي المشاهد بقى اللي رصدناها برضو عايزين اقول لحضرتك ان برضو في مشهد امبارح تم تداوله لقائمه فصل فيها 119 طالب برضو في الخنكه في القليوبيه، وان وزاره التربيه والتعليم ردت قالت ان المدرسه دي مدرسه الشهيد عبد الله العتوي كان فيها كثافات كبيره، وان على طول ان الوزاره عملت المدرسه دي فترتين تم تقسيم الفصول بتتراوح كثافه الفصل من 65 الى 75 طالب. عندنا طبعا المشهد المؤسف اللي حصل في المعتمديه اللي هو الخاص بوفاه الطالبه نتيجه سقوط السور، واللي اسفر عن وفاه طالبه واصابه 14 طالبه اخرى، وطبعا تم فتح تحقيق من النائب العام بسبب في وقعه انهيار السياج الخرساني، وتم احاله المسؤولين الى النيابه العامه، وانتقل رئيس هيئه الابنية التعليميه الى المدرسه علشان خاطر يعين السور. وفي طبعا في واحنا بنغطي رصدنا ان المدرسه ديت مبنيه من سنه 70، وان في طلبات من 7 سنوات بمفروض اعاده تاهيلها، وده امر النيابه العامه بتحقق فيه وتشوف مين المقصر، واعتقد ان مفيش حاجه الدوله بتخبيها. على طول النائب العام طلع بيان بشفافيه، وزاره التربيه والتعليم طلعت بيان، ومحافظه الجيزه. يبقى احنا دي ابرز المشاهد اللي وصلت في اليوم الاول، لكن في حاجه احنا لاحظناهم ان هي انتظام طلاب الصف الثالث الاعدادي وطلاب الثانوي. احنا كنا عارفين ان طلاب ثالث اعدادي وطلاب ثانوي ما بيروحوش المدرسه، معتمدين على البيوت الخصوصيه، وان هم ما بيروحوش فكره اعتماد. لا، احنا امبارح لقينا ان في حضور في طلاب الصف الثالث الاعدادي وطلاب الثانوي، ويبدو ان الامر الخاص بنسب الغياب والالكتروني ممكن يكون لها تاثير في فكره انتظام الطلاب. بنشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد سامي، رئيس قسم الاخبار بموقع مصراوي. كان ايه دورك بقى يا سلمى في المدرسه؟ دوري من ناحيه ايه بالظبط؟ يعني بما اننا بنتكلم على الشرطه المدرسيه، كنت بتحبي دايما يبقى لك دور ايه تاني غير الدراسه؟ الاذاعه وانا صغيره. الاذاعه بجد؟ كنت بتذاعي في المدرسه؟ كتير. كنت احب العب مزيكا كمان. كنت بحب الحاجات اللي فيها متعدده المواهب. كنت يعني هايبر اكتر شويه. انت بقى كنت بتعملي ايه في المدرسه؟ لا انا والله ما كانش ليا دور في المدرسه، ما كنتش بحب اروح المدرسه قوي يعني، كنت بحب كيوت اخرج اتفسح، ماما اروح حضائق. بس جوه المدرسه ما كنتيش مثلا بتعملي حاجات مزيكا مثلا تلعبي حاجه؟ لا عادي، كنت بلعب مزيكا يعني، كنا كلنا يعني بالاجبار كنا بنتعلم مزيكا، كان عندنا رياضه مش عارف ايه، بس يعني انا كنت الحقيقه ما بحبش المدرسه. مخرج بيقول لي في وداني دلوقتي ما كانش حد فيك. ما انا نفسي اقول كده بس محرجه يعني نفسي اقول كده بس محرجه. كنت بزوق بس بعلم اهلي يعني، اللي هو انا مش رايحه مش رايحه النهارده يعني، انا خارجه النهارده. ده مش تزويق يعني، تزويق حلال يعني. تزويق حلال. طيب بما ان الشيء بالشيء يذكر، واحنا في برنامج صباح الورد بنهتم دايما بحاجات مختلفة وعلى اولويتها طبعا صحتنا الكبار وكمان الصغار. بما ان المدارس رجعت ولسه برضو في فيروس اسمه كورونا مش عايزين نبقى ناسينه او نتعامل معاه باستهتار، فحبينا نقول لكم شوية نصايح كده مهمة. وزارة الصحة اعلنت عن بعض النصايح اللي مهم ناخد بالنا منها جدا عشان نحافظ على صحة ولادنا وكمان نقيهم من الاصابة بفيروس كورونا. تعالوا نعرفهم من الانفوجراف ده ونرجع مرة تانية.
طيب بما اننا اتكلمنا عن فيروس كورونا والصحه واهتمامنا بصحتنا، كان في شائعه كده سخيفه جدا ليها علاقه بمرضى الاورام ونقص الادويه الخاصه بيها. بصراحه ده شيء سخيف جدا لما حد يتكلم عن ادويه وادويه مرض زي الاورام والسرطانات من غير علم ولا فهم، ويخلق مشاكل كتيره لحد ما الموضوع يبقى شائعه، وللاسف ده بيخض المرضى وبيخض اهاليهم كمان. لكن وزاره الصحه نفت كل الكلام ده في بيان رسمي. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه قال ان مصر عندها مخزون يكفيها والمرضى لمده شهرين، ودي ادويه اورام، في حين بقى ان المواد الخام الكافيه لتصنيع ادويه لمده 4 شهور او 5 شهور. وقال كمان كلام مطمئن ان مصر من الدول المنخفضه في نسب الاصابه بالسرطان مقارنة بدول كتير. وفي متابعة كمان مستمرة بين وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء لتوفير الأدوية المتعلقة بالأورام، في حين كمان أن الدولة بتتجه حاليا لتوطين صناعة الأدوية الحيوية وتوفيرها في السوق المحلي. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية. صباح الورد عليك يا دكتور. صباح الورد يا دكتور. طيب هو واضح ان تقريبا معناش المداخله حاليا او فقدنا المداخله، بس خلينا نتكلم عن الموضوع ده ياسمين. ان حد يطلع اشاعه زي ما كنا لسه بنقول دلوقتي على الخبر بالسوق ده، دي حاجه بدون كمان الرجوع لكمان المواقع الاوفيشال او المواقع الرسميه والتاكيد كمان من المعلومه. فيعني في شائعات ممكن نتعامل معاها عادي، بس في حاجات يا جماعه لازم نتوخى الحذر بجد. ما ينفعش ابدا ننشر شائعه تخص مرضى امراض زي دي خطيره، يعني اليوم بيفرق والشهر بيفرق طبعاً. نخدهم بان ادويتهم مش موجوده عندنا في البلد، يعني ده كلام كلام مش لذيذ خالص. طيب تعالي ناخد طب الدكتور معانا على الهواء. اوكي، لو نعرف تفاصيل يا دكتور من حضرتك في يعني في هذا الامر. وصباح الورد على حضرتك. طب صباح الخير. معلش السؤال تاني بعد اذن حضرتك. لو نعرف تفاصيل من حضرتك اكتر عن الاشاعه الخاصه بادويه السرطان ونقصهم. تمام. اولا احنا ادويه السرطان من الادويه الاستراتيجيه اللي ما ينفعش ان احنا ما تكونش متوفره، وخصوصا ان هي معظم اللي بيستخدمها بيكونوا مرضى المستشفيات. وبالتالي لما رصدنا ان في بعض الناس بتشيع ان هناك نقص في ادويه الاورام، تم التواصل مع هيئه الشراء الموحد، لان هيئه الشراء الموحد هي المسؤوله عن توريد للمستشفيات على جميع مستوى مصر، سواء بقى مستشفيات حكوميه او تامين صحي او جيش او شرطه او كده. فاكدوا انه تم ترسيل منذ فتره كميات كبيره على الشركات الأجنبية الكبيرة لجميع أنواع أدوية الأورام الحديثة، وفي نفس الوقت الترسية على الشركات الوطنية اللي بتصنع أدوية الأورام، زائد في الأنواع الجديدة والحديثة والأقل في الأعراض الجانبية والأكثر تأثيرا اللي هي بيسموها البايو سيميلر، دي برضو دخلت في المناقصات وتم الترسية بيها، بحيث ان احنا بنخش في علاج الاورام بالادويه الحديثه. بعد كده تواصلنا مع هيئه الدواء المصريه، هيئه الدواء المصريه قالت الكلام ده مش موجود، لو هناك صنف ناقص في رقم اللي هو 15301 15301، ده رقم الشكاوي في هيئه الدواء المصريه. اي حد عنده مشكله في دواء اورام او اي دواء مش لاقيه بيرجع ليهم، هم بيتواصلوا معاه وبيقولوا له الدواء ده موجود فين. طب يا دكتور احنا عايزين نطمن الناس من خلالك ان مفيش نقص الحمد لله، واحنا الامور مستقره والادويه موجوده. بالنسبه لادويه الاورام بالتحديد، هيئه الدواء بتتابع مخزونها، وقبل ما يبقى فيه اي مشكله بست شهور مخزوننا الحمد لله امن لمده 6 شهور، زائد انه في اصناف بيبقى عليها سحب عالي او طلب عالي. لو حد لقى فيها نقص الرقم تاني 15301 15301 تمام. الحاجه المهمه او ان في صيدليه اللي هي صيدليات الشركه المصريه تابعة للشراء الموحد اللي هي زي الإسعاف والشكاوي و26 يوليو، هذه الصيدليات موجود فيها جميع أنواع أدوية الأورام،
بحيث لو في طبيب في عياده خاصه كتب بينزل بروشتة المريض يقدر يصرفها بسعرها الرسمي اللي هي مسعره بيه جبري، ما يبقاش عرضه للسوق السوداء. لو هناك احد نوع معين محدد يتصلوا على الرقم اللي هو 15301 ويقول لهم فين. زائد ان في حاجه اسمها طلبات افراد، يعني دكتور كتب دواء مش مسجل ولا موجود في مصر بيتقدم به المريض إلى يعني يقدر كمان حتى لو الدواء مش موجود يقدر المريض يتقدم به يستورده مخصوص له عن طريق هيئه الدواء المصريه. بس يعني فهي ما فيش مشكله اصلا، ودي طبعا احنا مستغربين لحاجه زي كده، لانه الحمد لله احنا الموضوع يعني في عز الازمه العالميه، ولكن الحمد لله الامور مستقره واحنا بنوضح للناس اهو ان الامور يعني مستقره. بنشكرك جدا دكتور علي عوف. شكرا جزيلا دكتور علي عوف، رئيس شعبه الادويه بالغرفه التجاريه. الحمد لله ياسمين طلعت اشاعه والمواضيع مستقره يا جماعه، ما فيش اي داعي للقلق. طيب، بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر المجيد، حبينا معاكم على مدار أيام نستعرض بعض من بطولات أبطال الحرب واللي ليهم دور كبير فيها، وفي الحقيقة هم كتير، بداية من القادة وحتى المجندين والشعب نفسه. الكل كان ليه دور والكل كان ليه بطولة. خلونا نبدأ معاكم النهاردة من المشير محمد علي فهمي، أول قائد لسلاح الدفاع الجوي. دوره كان إيه في الحرب؟ تعالوا نشوف ده في التقرير ونرجع لكم مرة تانية. القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري. واحد من قادة وفرسان حرب أكتوبر المجيدة كان ليه دور كبير في النصر خلال الحرب. بنتكلم عن شخص شغل منصب قائد قوات الدفاع الجوي بداية من يونيو 1969، وفضل قائد للدفاع الجوي أثناء فترة حرب الاستنزاف ولحد حرب أكتوبر 1973، وهو اللي بنى حائط الصواريخ المصري، المشير محمد علي فهمي. سنة 1920 ولد محمد علي فهمي في محافظة الجيزة، وخد الثانوية من مدرسة فؤاد الأول، والتحق بالكلية الحربية سنة 1938، وتخرج فيها سنة 1939، والتحق بسلاح المدفعية. شغل مناصب عسكرية كتيرة، اتخرج في كلية القادة والأركان سنة 1951، واشتغل في هيئة القوات المسلحة، ثم منصب سكرتير عام الهيئة، وبعد كده بقى قائد المجموعة السادسة مدفعية مضادة للطائرات، ثم منصب رئيس أركان الفرقة الخامسة مدفعية مضاد للطائرات، ثم قائد الفرقة. بعد حرب 1967 الرئيس جمال عبد الناصر كلفه بوضع تصور لنظام الدفاع الجوي عن مصر، وفي سنة 1968 الرئيس عبد الناصر أصدر قرار بإنشاء قيادة جديدة باسم الدفاع الجوي، وكان اللواء محمد علي فهمي أول قائد ليها. المشير محمد علي فهمي شارك في حروب الاستنزاف وحرب أكتوبر اللي ألحقت خسائر كبيرة في القوات الجوية الإسرائيلية، للدرجة اللي دفعت قادة إسرائيل بعدم اقتراب طياراتها من قناة السويس بسبب رد المدفعية وجاهزيتها القوية. كانت الصواريخ المضادة للطائرات بتزرع الرعب في قلوب الطيارين الإسرائيليين، وكانت دي شهادة على نجاح الآلية اللي اعتمدها خلال الحرب. وبعد نهاية الحرب المشير فهمي تولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة من سنة 1975 لحد سنة 1978، واختاروا الرئيس السادات مستشار عسكري لي لحد ما توفي في لندن سنة 1999. حصل المشير فهمي على عدد من الأوسمة زي وسام التحرير والنجمة العسكرية والشرف العسكري ووشاح النيل وأنواط وميداليات في مناسبات قومية، لكن يمكن أهم تكريم هو اللي بيشيلوه المصريين ليه ولكل أبطال الحرب دي. الجيش في مصر والقرار بتاع الحرب والنتائج اللي تحققت عليه هي معجزة بكل المعايير وبكل الحسابات.
كل سنة وكلنا طيبين وبألف خير بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر المجيد. خلينا ننهي الانترو بتاعنا النهاردة بخدمات صباح الورد اللي هنشوف فيها أسعار السلع الرئيسية والذهب والعملات ونرجع لكم بأول فقراتنا. ورجعنا لكم مرة تانية. من المعروف أن مصر هي واحدة من أهم البلاد السياحية في العالم، وعلى الرغم من ظهور فيروس كورونا اللي أثر على السياحة في العالم كله، إلا أن مصر كانت من الدول القليلة جدا اللي قدرت تفضل تستقبل سياح مع التزامها بإجراءات احترازية العالم كله شهد بجودتها. وفي الفترة دي ظهرت مبادرة Come to Egypt اللي بتهدف لتنشيط السياحة الخارجية واللي حققت شهرة واسعة جدا ونجاح كبير جدا جدا. معنا الأستاذ شادي البيلي، عضو نقابة السياحيين المصريين في مؤسسة مبادرة Come to Egypt، اللي هيعرفنا تفاصيل أكتر عن المبادرة ودورها المهم في مجال تنشيط السياحة. صباح الورد عليك. صباح الورد. خليني أقولك زي ما كنت بقولك قبل ما ندخل الهوا دلوقتي، كل الناس بتستعمل الهاشتاج بتاع Come to Egypt، الموضوع منتشر جدا وما كانش عندنا أي خلفية أو أي علم إن دي أصلا مبادرة وإن أنت اللي مؤسس المبادرة دي. والله الحمد لله، هي كانت يعني كانت في بدايتها أصلا الفكرة كلها إن إحنا بنحاول نسوق الأماكن السياحية اللي مش معروفة في مصر، وبعد كده يمكن تحولت من هي بيدج على وسائل التواصل الاجتماعي. لا قولي من قبل ما تتحول من بيج، قولي الفكرة جات لك ازاي وقررت تعمل ايه وابتديت منين؟ هي الفكرة ان احنا كنا واحنا بنفسح كحد يعني كناس عاديين جدا، كنا بنروح الواحات وبنروح اماكن بعيدة في مصر في الصحراء الغربية، فاكتشفنا ان في اماكن سياحية احنا عمرنا ما سمعنا عنها لا في السوشيال ميديا ولا حتى كمعلومات عامة. فجت الفكرة ان ليه احنا ما نبدأش يعني نستهدف الاماكن دي ونبدأ نستخدم السوشيال ميديا، بتوصل لكل الناس وبقت سلاح مهم في الوقت الحالي، ونبدأ كمان نحطها على السوشيال ميديا ونبدأ نسوق ليها، فبدأنا نستهدف الاماكن دي. طب احنا مثلا شفنا مبادرات تانية زي مثلا This is Egypt، زي كذا حاجة، ايه اللي بيخليكم مختلفين او بيميزكم عن باقي المبادرات؟ يمكن شوية احنا بنحاول ان احنا لما قلنا كلمة Come to Egypt يمكن احنا كنا بنستهدف السياح خارج مصر، يمكن احنا المبادرات كتير اللي بتحصل داخل مصر بتبقى مبادرات باللغة العربية، يمكن لقينا ان الحتة ان لازم نتواصل باللغة الانجليزية او باكتر من لغة يمكن ده كان بيميزنا جدا، فمن هنا جت كلمة Come to Egypt، وقلنا ان احنا نخلي كلمة Come to Egypt تبقى هاشتاج يلف العالم مش بس باللغة الانجليزية، لا بكل لغات العالم. يمكن جزء اللغة او الترجمة او اللغات ده كان جزء احنا حاسين ان احنا كمبادره محتاجين ان احنا نركز عليه. وكمان انت قلت قبل الهوا ان اللي بيميزكم ان انتوا بتركزوا على الاماكن اللي مش معروفه في مصر، فاماكن زي ادينا كده اكزامبل. يمكن احنا كنا شايفين جزء المحميات الطبيعيه وجزء الواحات هو جزء محتاج ان هو يبقى يكون التركيز عليه اكتر، ونسلط الضوء على السياحه العلاجيه او سياحه المحميات الطبيعيه. طبعا احنا مصر عندها السياحه الاثريه، السياحه الشاطئيه واخده نصيب الاسد واحنا متميزين بها جدا، بس كنا حابين نقول ان مصر فيها نوع من انواع السياحه الثانيه زي السياحه العلاجيه، السياحه البيئيه مش بس الاثار. بالظبط كده، لو سالنا اي حد السياحه العلاجيه موجوده فين اماكنها في مصر، في ناس كتير مش هيعرفوا. ده
طب قول لنا اماكن، يعني قول لنا المكان ده حقيقي مهضوم حقه، المكان الفلاني والفلاني والفلاني، وتنصح الناس اللي بيشوفون ان هم لازم يروحوه. في عندنا اكتر مكان اتشهرنا بيه واكتر مكان كان يعني اتعمل عليه شير ولايكات، كان هو حاجه اسمها الصحراء البيضاء والصحراء السوداء. يمكن الصحراء البيضاء والصحراء السوداء اللي كتير من ما يعرفوش اماكنها موجوده في الصحراء الغربيه بالقرب من واحه الفرافره، وطبعا هي عباره عن مكان يعني في غايه في الجمال بيروح فيه. بروحنا هناك بالفعل لقينا كمان ان في سياح بيجوا من خارج مصر للمكان ده، ومعروف بالفعل لكتير من الاجانب عارفين وده بالظبط. فده اللي شجعنا اكتر ان احنا كمصريين كمان لازم نكون عارفين بوجود مكان زي ده. الصحراء البيضاء والصحراء السوداء طبعا هي عباره عن صحراء موجوده بالكامل لونها ابيض في ابيض، وموجوده فيه كتل صخريه منحوته بشكل جميل جدا. الناس بتروح هناك بتعمل كامبينج وبتعمل سياحه، بالاضافه كمان ان هم هناك بيستكشفوا الجزء او الطابع الثقافي بتاع اهل المدن دي. يمكن احنا نعرف ما يخص طبعا اهل البدو في سيناء، نعرف النوبه في اسوان، ولكن احنا ما نعرفش حاجه عن ثقافه اهل الصحراء الغربيه او اهل الواحات. ده نوع تاني برضو كان اتراكتيف بالنسبه لي كتير من الاجانب ان هم يروحوا يشوفوا نوع اخر او طابع اخر موجود في مصر من السياحه الثقافيه. خلينا كمان نتكلم عن التعاون بين المبادره بتاعتكم وبين كليات السياحه والفنادق، عملتوا ده ازاي وبتستفيدوا كمان من ده ازاي؟ يمكن كان مهم جدا ان احنا بس لما حاولنا ان احنا المبادره يعني تاخد شكل او نطاق اوسع، ان احنا نبدا نعمل كونتاكت او نعمل اتصال بالشباب الموجودين في مصر. فلقينا ان اكتر حاجه موجوده طبعا، واحنا كمان انا طبعا كنت خريج كليه سياحه وفنادق، فطبعا كتير من الطلبه بيعملوا مشاريع التخرج بتاعتهم عن حاجات كتير في السياحه، فقلنا ليه ما يبداش يتحول البروجكت بتاع كامب ايجيبت او المبادره تبدا تتحول ان هي كمان تبقى مشاريع تخرج بالنسبه للطلاب، او تبقى حاجه ملهمه ليهم ويبداوا يطبقوا ويكتشفوا الاماكن دي ويعملوا عليها الدراسه بتاعتهم. فبدانا ان احنا نعمل اتصال بكليه السياحه والفنادق، بدانا في كليه السياحه والفنادق جامعه اسكندريه، رحنا هناك عملنا ندوه تثقيفيه سياحيه للطلاب اللي موجودين هناك، وبالفعل في طلاب كتير من كليه السياحه والفنادق جامعه اسكندريه شاركوا معانا وبداوا ان هم ينزلوا، بداوا باسكندريه يكتشفوا الاماكن اللي مش معروفه في اسكندريه. وهي دي الفكره في المبادره، ان احنا بنركز في كل محافظه في مصر على الاماكن اللي مش معروفه. هدفنا ان احنا نضيف جديد، ما يبقاش بس مجرد ان مثلا هنتكلم عن مكتبه اسكندريه، هنتكلم مثلا عن القلعه، الاماكن دي كلها بقت معروفه. لا، في حاجه كمان انتوا عاملينها المبادره، مش مجرد ان احنا نتكلم بس، احنا كمان في ترويج او ماركتنج زي ما بيقول. فانت كنت بتقول لي انا في دبي كنت بعمل حاجات وبعمل فيديوهات وبصور، فانا شايفه الفيديوهات مبهره جدا، يعني انا ممكن اتفرج على فيديو او صوره ما يشدنيش قوي الموضوع، ما كان شكله لطيف، بس ممكن اروح مكان تاني انا عارفاه وبتبسط فيه وعارفه ان هو مبهر الحقيقه. انما الفيديوهات والصور اللي انتوا بتحطوها وبتشيروها الحقيقي مبهره جدا، يعني احنا شايفين على السكرين معانا مناظر متصوره بشكل محترف جدا، فيديوهات محترفه تشجعك حقيقي انك تروح المكان ده. ده حقيقة. هو ده الماركتنج، هو فكره الماركتنج ان انت بتحاولي تجذبي اكتر عدد من السياح عن طريق المكان، لو مكان حتى طبيعي انت عن طريق التصوير وعن طريق المونتاج وعن طريق كمان السياح الموجوده فيه. معاك تيم بقى بيساعدك في الكلام ده؟ احنا معانا يعني بعض زملائنا مسؤولين عن الترجمه، في ناس تانيين شاطرين في المونتاج والتصوير، في ناس تانيين شاطرين في التصوير وفوتوغرافر معانا برضو من اصحابنا، في ناس تانيين شاطرين في فكره العلاقات العامه، وان هم كمان بنبدا نرسل دعاوي للفنانين، وده برضو جانب موجود في المبادره ان احنا بدانا نعمل اتصالات خارج مصر بالفنانين العالميين والنجوم من كره القدم. ونبدا نعمل فكره احياء لكل النجوم العالميين اللي جم مصر في خلال مثلا 10 سنين الاخيره، ونبدا نعمل لهم فولدر ونعمل اعاده فلتريشن تاني. طب هل ما اعتمدتوش برضو على البلوجرز والانفلونسرز العالميين، يعني ان هم يساعدوكوا في ترويج المبادره؟ والله هو احنا بدانا بالقصه دي، بس احنا بدانا بالاول بالبلوجرز الموجودين في مصر. في كتير من المدونين والنشطاء السياحيين موجودين في مصر، بدانا طبعا ببعض النشطاء اشتغلوا معانا، وفي صور موجوده لكتير من النشطاء ومشاهير القطاع السياحي في مصر. هيساعدوكوا في الترويج اكتر بالظبط كده، لكن احنا في الوقت الحالي طبعا هنبدا نشتغل ان احنا نكبر الموضوع، لان يعني فكره ان انت تشتغل في قطاع السياحه او ان انت تكبر الموضوع محتاج طبعا وقت كبير. طيب بما انك كمان قلت لنا انه الموضوع مش بس ان انتوا بتتكلموا على السياحه الاثريه او السياحة العادية، السياحة المتعارف عليها وانها واخدة نصيب الاسد، وركزتوا كمان على السياحة العلاجية والسياحة الخضراء، كلمنا اكتر عن اهتمامكم بالسياحة الخضراء. ايه السياحة الخضراء؟ رحتوا فين؟ عملتوا ايه بالظبط؟ يمكن السياحة الخضراء احنا بنركز فيها على المدن الجديدة، لان طبعا احنا زي ما قلنا احنا بنتكلم عن الاماكن الغير معروفة في مصر، ومن ضمنها المدن الجديدة. يمكن كتير من الناس ما يعرفوش المدن الجديدة اللي بتفتح في مصر دلوقتي، اللي بتنشأها في مصر، هي فيها قطاع او فيها جزء كبير جدا سياحي.
مثلا. وطبعا الجزء السياحي ده يشمل فيه ايه؟ المدن الخضراء او المساحات الخضراء معموله بطراز عالمي على اعلى المواصفات. زي مدن ايه؟ زي مثلا مدينه المنصوره الجديده. مدينه المنصوره الجديده اللي كتير من اللي ما يعرفوش الناس يعني، هي موجوده على ساحل البحر الابيض المتوسط، معمول فيها ممشى سياحي، ومعمول في الممشى ده بطول الممشى قطاع او جزء اخضر، ممشى اخضر ومعمول فيه حدائق ومتنزهات. ويمكن ده لاول مره بيتم ان انت تبداي تنشئ مدينه بتنشئ فيها جزء اخضر، مش بس الحدائق اللي احنا عارفينها، الحدائق العامه الموجوده في اي مدينه. لما نتكلم على مدينه العالمين الجديده برضو فيها مدينه التراث، وفيها جزء كبير برضو فيما يخص السياحه الخضراء اللي هي بتمثل المتنزهات الطبيعيه والشواطئ اللي موجوده على البحر. احنا دايما الشواطئ اللي موجوده على البحر بتبقى عباره عن رمال بس، لكن فكره ان يبقى فيه منظر كله خضره او ممشى سياحي اخضر على البحر مباشره، ده كان مشهد بديع وحبينا ان احنا نركز عليه. وكمان المدن الجديده دي بنقول للناس العالمين الجديده عباره عن ايه سياحيا، المنصوره الجديده عباره عن ايه سياحيا، مدينه الجلاله عباره عن ايه سياحيا. في كتير من المصريين ومن الاجانب ما يعرفوش ان المدن دي مش بس مدن عمرانيه، لا هي مدن سياحيه من الطراز. طب بما اننا عندنا مدن كتيره سياحيه واحنا خلاص في فتره الخريف اهو داخلين على الشتاء، يعني خلاص المفروض بقى لو حد عايز يعمل اي رحله سياحيه من واقع خبرتك في جو الشتاء ده، نروح فين؟ نروح انهي مدينه نستمتع بجوها يبقى ده الجو المناسب ان احنا نسافر فيه؟ ممكن طبعا من اشهر الباقات الشتويه او اشهر طبعا الباقات الموجوده في الشتاء طبعا هي الاقصر واسوان. طبعا لان ناس كتير بتعشق الاقصر واسوان وبتعشق السياحه اللي هي الاثريه، بس طبعا فتره الصيف بيكون الطقس حر جدا فما بيساعدهاش الوقت. فطبعا الجزء اللي هو بتاع شرم الشيخ والغردقه ده بيبقى في شهر فصل الصيف، وبالنسبه للواحات والجزء اللي هو كمان بتاع الاقصر واسوان بيبقى في فتره الشتاء. لا انا عايزه حاجات من المدن اللي احنا ما نعرفهاش، تبقى مدن الواحات. عندنا في واحه الخارجه وفي واحه الداخله، دي من اكتر الواحات اللي موجوده وفيها كل انواع السياحه اللي انت ممكن تتخيليها. فيها معابد يعني مثلا واحه الخارجه فيها معبد مشهور اسمه معبد هيبس، في مقابر اسمها مقابر البجوات، دي من اشهر الاماكن السياحيه بتمثل العصر البطلمي والعصر الفرعوني. هل في سياحه علاجيه في فيها الوحات؟ سياحه علاجيه في مدينه الخارجه، في منطقه اسمها منطقه اللبخه، دي عباره عن منطقه بيكون فيها عيون او مياه كبريتيه بيتم طبعا الغوص فيها بالكامل، تعمل استشفاء للجسم. طب ايه مزاياها بقى؟ بتعمل ايه سياحه المياه الكبريتيه؟ المياه الكبريتيه طبعا لكل اللي بيغوص فيها، مثلا اي حد بيعاني من بعض الامراض في العظام او اللي هي الحاجات اللي هي خاصه بالامراض العظام او جزء الاستشفاء، بيسبح في المسبح ده وبالتالي بيحس ان هو عمل استشفاء وريلاكسيشن بالكامل. في جزء تاني من السياحه العلاجيه موجود في المنطقه دي اللي هو الدفن بالرمال، وده بيبقى دفن جزئي بالرمال اللي موجوده في الواحات، هي رمال مخصصه لهذا النوع من السياحه العلاجيه. بيتم برضو الدفن بيها دفن جزئي في منطقه اللبخه في واحه الخارجه بمحافظه وادي الجديد. وطبعا دي من اكتر المقاصد السياحيه الموجوده هناك، لان فيها مياه جوفيه وفيها عيون وابار هي يعني تنبع من. طب الكلام الجميل ده، يعني انا لو بسمعك دلوقتي اقول ايه؟ طب الرحله اللي زي دي اللي هي فيها كل حاجه، فيها معابد واستكشاف ورحله علاجيه سياحيه، الكلام ده كله يكلفني كام؟ يعني اطلع رحله زي دي مثلا اسبوع تكلفني كام؟ وفي حاجه احنا لما جينا نشوف الاماكن دي قلنا ليه الناس ما بتروحهاش، فلقينا نقطتين. في ناس عندها مفهوم خطا ان الاماكن البعيده بتكون تكلفتها على السياحه والعلاجيه دي الناس فاهمه انها غاليه عشان تبقى عارف بالظبط، لكن ده مش غالي. لكن ده مفهوم خاطئ جدا، لان هي اصلا هي علاجيه وتتميز بالبساطه، لا فيها فنادق خمس نجوم ولا فيها اي نوع من الموضوع، كله مع الطبيعه بالظبط يعني. كله طبيعه، كله لكشر وكله سيمبل جدا. فالموضوع بيكون مش مكلف اصلا. بالنسبه لبعد المسافه، الواحات فيه هناك اكتر من مطار، فيمكن الرحله بتاخد ساعه، فلا وقت ولا فلوس ولا مجهود ممكن تكلفه. الفلوس قد ايه تقريبا؟ انت اكيد رحت الاماكن دي كتير، فلو هنقول اسبوع بتختلف طبعا باختلاف مثلا تبتدي. ما هو في تلات واحات جنب بعض، انت تروحي واحه واحده او تروحي اتنين، هتعملي باقه عباره عن ايه؟ لان كل واحده كل واحه محتاجه تتظبط. طب انت تنصح بايه؟ اللي يروح واحه واحده ولا يروح التلاته؟ لا طبعا احنا بنعملها في السياحه، بنعملها باكج كامل عباره عن تلات واحات، وفي كل واحه بتكون عباره عن مثلا ليلتين، وبتبقى فيها مبيت، وبيكون طبعا الفولكلور بالطبع الطبع اللي هو اهل المدن هناك. بالنسبه طبعا لصناعه البلح والتمور هي اشهر حاجه، ويمكن حاليا كمان بيتم مهرجان في محافظه وادي الجديد في الوقت الحالي، مسكن كان اول امبارح مهرجان التمور. فمحافظه وادي الجديد هي محافظه غنيه جدا بالسياحه، عندنا سبع واحات او ست واحات موجوده في محافظه وادي الجديد، يمكن كتير مننا ما يعرفش عنها حاجه. بس هي يعني مفيش سياح كتير بيروحوها، يعني تحس محدش بيروح الوادي الجديد؟ لا في احنا اللي ما بنروحش. احنا يعني اللي مش متشجعين، احنا اللي كمصريين ما بنروحهاش. لكن انا بقول لحضرتك انا اللي شجعني ان ازاي اروح الاقي هناك سياح اجانب، واحنا كمصريين ما بنروحش. الاجانب موجودين هناك بالفعل من زمان. يعني مثلا مقابر البجوات دي مثلا ليه ما حدش مثلا بيهتم ان هو مقابر البجوات ومعبد هيبس زي ما قلت؟ معبد هيبس ومقابر البجوات يمكن
نرجع نقول تاني موضوع البعد والمسافة، ان في ناس ما تعرفش اصلا ان في مطار موجود هناك من القاهرة بياخد ساعة. فيمكن الناس تقول لك انا اروح مشوار مثلا 12 ساعة بالباص او كده هياخد وقت مني كبير، لا انا استغرب مثلا. طب وهل الطياره مثلا ممكن تبقى مكلفه؟ لان ده برضو بيخوف بعض برضو الناس. الطيران سعره اقتصادي جدا خالص. طب عايز اسالك انت دايما يعني ايه البوينتس اللي بتركز عليها لما تحس ان انت محتاج تنشط السياحه في المكان الفلاني؟ اول حاجه بتعملها ايه؟ بتهايلايت ايه او بتبروز ايه؟ اول حاجه بنروح نصور المكان ده، بننزله بالطريقه اللذيذه اللي حضرتك شفتيها بشكل يكون فيه اتراكشن للناس. تاني حاجه بنبدا نسال نفسنا الناس ما بتروحش المكان ده ليه. انا وصلت لهم الموضوع، نبدا نشرح لهم ازاي تروحوا المكان ده، ايه الصعوبات، لا الرحله يعني الانطباعات اللي متاخده غلط عن المكان ده. اذا كان الموضوع مثلا هيكون تكلفه عاليه بنقول لا التكلفه مش عاليه، في حاجات اقتصاديه. لو بعد المسافه بنبدا نقول له ايه المطارات وايه المواصلات المتاحه عشان تروح المكان ده. وفي الاخر حاجه بنبدا نعمل رحله سياحيه متكامله، عشان في ناس للاسف ما تبقاش عارفه هتروح فين، يعني تبدا منين وعاجبه المكان بس مش عارف يروح ازاي. عايزين نتكلم بقى على شرم الشيخ، لان احنا طبعا قمه المناخ خلاص الشهر الجاي، والسياحه هتبقى من كل حته، ناس جايه من كل انحاء العالم. اتكلمنا شويه عن التطور اللي في مدينه شرم الشيخ والسياحه اللي في شرم الشيخ دلوقتي. طبعا هي شرم الشيخ بالنسبه لنا هي تمثل يعني دايما طول عمرها هي قبله الحياه بالنسبه لمصر. دايما شرم الشيخ ربنا حبيها ان في الوقت ده من او يعني الاوقات الصعبه في مصر بتبقى في شرم الشيخ بتنور، وبالتالي بتنور مصر كلها. دايما شفنا منتدى شباب العالم دايما كان بيحصل، وكل العالم بيجي شرم الشيخ عشان يحضر منتدى شباب العالم. السنه دي كمان عندنا، يمكن كنا بادئين في اول السنه بمنتدى شباب العالم، ودلوقتي عندنا طبعا مؤتمر المناخ. كل رؤساء وملوك العالم وكل الدنيا كلها هتيجي مصر، فطبعا استغلال الترويج من خلال سياحه المؤتمرات وسياحه المهرجانات ده نوع في دول كتير بداوا بيه. واحنا دلوقتي مصر بقى لها مثلا حوالي 3 سنين او 4 سنين بتركز على سياحه المهرجانات والمؤتمرات. احنا الحمد لله بنخلص مؤتمر او مهرجان بنبدا طبعا عندك ناس جايه من كل حته تشوف بلدك، ففرصتك دلوقتي. فطبعا ده تسويق جدا لشرم الشيخ. شرم الشيخ مش محتاجه بس انت من وجهه نظرك ايه اللي بيميز شرم الشيخ؟ ايه اللي بيخلي ان كله بيهتم انه لا نحضر في شرم الشيخ ونروح في شرم الشيخ، ودايما تلاقي ان السياح كلهم حابين يجوا لها وحابين يعني هي والغردقه بس شرم الشيخ اكتر؟ اكتر شرم الشيخ، لان اولا الطقس بتاعها طول فتره الصيف، الشتاء او الصيف بيكون الطقس بتاعها معتدل. يعني الشتاء عندنا في القاهره بيبقى الجو شتاء، تقدر تروح شرم الشيخ وتصيفي فيها. فجو شرم الشيخ بالنسبه كمان للاجانب في وقت الشتاء هي تصلح او بتبقى مصيف كويس جدا. فبالنسبه للموضوع الطقس ده اول حاجه. تاني حاجه بالنسبه ان كمان شرم الشيخ قريب منها العديد من المحميات، يمكن اكتر من الغردقه. لو اتكلمنا على محميه راس محمد، لو اتكلمنا على سانت كاترين، لو اتكلمنا عن دهب، لو اتكلمنا عن نويبع، لو اتكلمنا عن طابه، ففي ناس بتيجي شرم الشيخ وبتبدا من شرم الشيخ تكون انطلاقه ليها ان هي تبدا تروح لجوله كبيره. بالظبط كده. فبتبقى باكج كامله او بتبقى باقه سياحيه كامله بالنسبه للاجانب. اي اجنبي بيجي بيحاول قدر الامكان ان هو يلف في مصر على قد ما بيقدر. فيمكن شرم الشيخ هي مركز وجود المطار فيها، وجود التسهيلات والبنيه التحتيه بتاعتها، التعداد الكبير بالنسبه للفنادق، ومش هننسى كمان بالنسبه بقى للشعب المرجانيه ومراكز الغوص، ان انت عندك كمان اكتر مراكز غوص. اصل المنطقه دي بالذات من البحر الاحمر معروفه جدا بالكلام ده. انا عايز اخدك لحته تانية، وهي تاثير تصرف مصر مع السائحين الاوكرانيين السياح دول، بعد طبعا احنا عارفين ان في ازمات وروسيا واوكرانيا والكلام ده كله. فتفتكر تصرف مصر ده اثر ازاي على السياحه دي؟ ده تصرف كان كويس جدا، لان الناس كانت بتسال نفسها الدوله هتتعامل ازاي مع السياح الموجودين في اوكرانيا بعد ما حصل الحرب، مشاكل غاز يعني في مشاكل. ففكره ان انت ترحب الدوله المصريه ترحب بالسياح الاوكران وتمد لهم فتره الاقامه في الفنادق، وشفنا الكلام ده كله، دي فكره ان احنا بتحسس السياح ان هم بلدهم فعلا. دايما بنسمع جمله ان السائح دايما دي بلده الثانيه وان هو كانه في بيته. فعلا تم تطبيقها في اللحظه دي، ان هو يحس ان الدوله بتستضيفه من غير اي نفقات من غير اي حاجه. فدي بتخلق عنده نوع من انواع بقى الرابط النفسي، مش بس بقى كسائح جاي يتفسح ويمشي، لا هو ممكن يقعد هنا على طول. وشفنا كتير من الاسر قعدوا في مصر في الاوكران والروس وبداوا يتجوزوا وبداوا يعيشوا ويقعدوا في مصر. احنا كمان شايفين انه كمان بمناسبه انه في مشكله بقى في الطاقه، وفي دلوقتي موضوع روسيا واوكرانيا زي ما قلنا، في ناس كتيره قوي او في ناس من اوروبا كتيره قوي ناويين ان هم في الشتاء يكونوا جايين يقيموا عندنا فتره في شرم الشيخ وفي كذا مكان تانيين. فانت شايف ان احنا ممكن نقدم لهم ايه او نستوعبهم ازاي، خصوصا ان هم ممكن يقعدوا بالاسابيع؟
والله يمكن اكتر الحاجات اللي احنا بنحاول ان احنا نركز عليها بالنسبه للسياح الاجانب ان احنا نستغل فتره وجودهم في مصر ان احنا نبدا نعرفهم بالاجزاء السياحيه الثانيه في مصر. يعني هو جاي هيروح شرم الشيخ، هو عارف شرم الشيخ وعارف الشاطئ، انا بستغله وفتره وجوده هنا بقول له لا ده في مكان ثاني ممكن تروحه في شرم الشيخ، في محميه طبيعيه اسمها راس محمد، فيها جزيره اسمها الجزيره المسحوره او الجزيره اللي بنسميها مثلا الجزيره البيضاء، ودي من اكتر المكان احنا اتشهرنا بيها. الجزيره دي بتظهر صيفا وتختفي شتاء، حاجه كده يعني في المد والجزر، ومن اكتر الجزر اللي شكلها طبعا تحفه. ففكره الجذب وفكره تختفي في الشتاء بالكامل، مش كلها بالكامل، هو اصلا في فتره الصيف لو انت رحت دلوقتي انت بتبقي ماشيه فيها وانت مش قادره اتخيل اصلي بتظهر في الصيف وتختفي في الشتاء. هي بالظبط بقعه صغيره كده على سطح الميه جزيره، وطبعا بتبقي انت رايحه بتمشي عليها وبيتعمل دايفنج وبيتعمل اللي هو حاجات الغوص والرحلات البحريه. وفي فصل الشتاء بيحصل مد وجزر، فجزء كبير من الجزيره بيبدا يختفي، فبيبقى صعب ان انت تروحي تقعدي عليها في الوقت دوت لان بتبقى ميه عاليه شويه. ففكره ان انت جزيره تظهر عندك في وقت وتختفي في وقت ده تاني، ده مكان بديع ما يعني ما حدش يعرف عنه حاجه. طب حقيقة انت نورتنا وبنشكرك شكرا جزيلا على مبادرتك الجميله، وبنتمنى لك طبعا التوفيق فيها. استاذ شادي البيالي مؤسس مبادره كوم تو ايجيبت وعضو نقابه السياحيين المصريين. مشاهدينا خلصت فقرتنا الاولى، فاصل صغير ونرجع لكم بتاني فقراتنا مع دكتور هاني الناصر. فكرتنا دلوقتي هتكون مع الدكتور اللي بينورنا دايما، دكتور هاني الناظر اللي بيشرفنا على طول، وهنتكلم معاه عن اكتر الامراض الجلديه اللي بتنتشر مع بدايه موسم المدارس. تفاصيل ومعلومات كتير اكيد هيفيدنا بيها دكتور هاني الناظر، وطبعا مستنيين استفساراتكم. صباح الورد يا دكتور. صباح النور. دكتور عايزين نطمن بما ان المدارس بدات امبارح عن اكتر الامراض اللي بتنتشر مع بدايه دخول المدارس الاطفال بالذات. طبعا الفتره دي الاطفال بيلعبوا مع بعض في الفصل، فده بيسهل قوي انتقال مجموعه من الامراض سواء عن طريق التلامس او عن طريق جهاز تنفسي. طبعا من الحاجات اللي يعني الشهيره جدا حشره الشعر طبعا، او اللي بنسميها الامل. ودي حضراتكم لا تفرق بين غني وفقير اكيد طبعا، عشان في ساعات يقول لك لا اصل احنا المدرسه بتاعتنا مش لا لا في مدرسه السنه اللي فاتت شهيره جدا ومدرسه غاليه جدا قفلت فتره بسبب انتشار الامن زي ما بيقولوا او حشره الشعر في المدرسه كلها، فالموضوع يعني كبير يعني لازم ناخد بالنا. صحيح. ودي بتتنقل عن طريق التلامس المباشر او طبعا استخدام الادوات الشخصيه اللي بيلعبوا مع بعض بيهزروا بيجروا، فممكن تنتقل من حد لحد. عشان كده دايما اقول للامهات ضروري كل خميس لما الولاد يرجعوا ولاد او بنات نبص على شعرهم كويس قوي ونفتشه. بس هل احنا عندنا طريقه ان احنا يعني الوقايه من الموضوع ده ولا ده امر مسهل؟ طبعا النظافه العامه والتنبيه على الاولاد ان عدم الملابس التلامس المباشر، وزي ما قلت حضرتك المتابعه المستمره. ليه؟ لان انا لو ما بتابع لو حشره لسه جديده الاصابه هتبقى 2 3 4، انما انا لو مش واخد بالي الاقي بعد مده السبان اللي هو البيض لازق في الشعر وكميه شعر. وبعدين في ناس تكتشفها امتى؟ لما تلاقي الابن جاي يقول لها انا بحرش في راسي ومقطع ومعور نفسي. يعني الولد بقى ما فيش، خصوصا في بعض الامهات بتعمل حاجه. طب اكتشفوها ازاي من الاول يا دكتور موضوع حشره الشعر ده؟ يعني مش لازم نستناه لما يبقى بيقطع في راسه؟ زي ما قلت انا بالملاحظه المستمره. يعني كل خميس الام تبص على اولادها فهكتشف بدري. طب من ضمن الحاجات اللي بتصيب برضو فروه الراس الاوبه. الاوبا دي يا ريت تشرحها للناس لان في ناس كتيره ما تعرفش يعني ايه اوبا واعراضها ايه وبتيجي للولاد ازاي. دي المشكله الثانيه، ودي نوع من انواع الفطريات بتصيب فروه الراس ودايما تيجي للاطفال، يعني ما تجيش للكبار. يعني الامل بيجي للكبار الصغيرين، انما دي بتيجي للاقل من سن البلوغ. بتبقى عباره عن ايه؟ فطر بيصيب فروه الراس ونلاقي مساحه مستديره في الشعر، لما تشوفيها يتهيأ لك ان مفيش شعر يعني حته فاضيه، لكن حقيقه بيبقى فيه شعر بس صغير ومقصف. اوكي. عشان في ناس بتلخبط بينه وبين الثعلبه. الثعلبه برضو حته مدوره ما فيهاش شعر. بس في الثعلبه مفيش شعر خالص. بيبقى مبلط، لكن هنا بيبقى فيه شعر ومعاه قشر صغير وتلاقيه الطفل بيهرش جامد. بس هل هي بيكون فراغ كبير يا دكتور ولا هل هي بتكون زي يعني زي ايدي كده؟ اوكي. بس لو سيبناها ممكن تكبر وممكن يبقوا 2 وممكن يبقوا 3. وساعات تنزل على الرقبه وتنزل على الجلد والصدر
الظهر. بس على على الجسم بقى بتعمل ايه؟ لان مفيش شعر، فعلى الجسم هتبقى بقع مثلا. بتبقى بقع مستديره لها حرف احمر مرتفع عن الوسط، وبرده مليانه قشور من جوه. قشور. وده الاوبه دي على فكره الاسم بتاعها العلمي القراع. هو ده القراع. وفي منه نوعين. بتسبب قراع ولا لا؟ هو اسمه القراع بس وقتي، يعني الشعر اللي بيتقص في يقع ده حاجه مؤقته وهيرجع تاني. بس مش زي التعلبه ممكن والتعلبه الشعر بيطلع بره ساعات، يعني التعلبه بتبقى مستعصيه شويه. ان شاء الله بتتعالج. اوكي. هنا الشعر بيطلع مع مجرد ما بناخد علاج. زي ما بقول لحضراتكم في نوعين من القراع بقى، قراع بلدي وقراع افرنجي. ايه الفرق بقى يا دكتور؟ القراع الافرنجي يعني خفيف شويه، بيظهر على هيئه قشور بيضه حجمها صغير. صغير قد ايه؟ الحبوب يعني مثلا؟ قشور مش حبوب. زي قشره الشعر كده. بس في الحته دي. في القراع البلدي القشور بتبقى تخينه وسميكه ولونها اصفر وليها رائحه كريهه. الاثنين بيبقى فيهم هرش شديد. فعشان كده تلاقي في الحاجات الشعبيه بيقول له انت بتهرش ليه؟ هو انت عندك قراع؟ طب يا دكتور، هل ممكن بقى التوتر والضغط النفسي على الاطفال بمناسبه دخول المدارس ياثر عليهم ان هم يجي لهم حاجه معينه زي دي؟ لا، يجي لهم التعلبه بقى. التعلبه كتير قوي نشوف التعلبه من دول. اللي هي شبه نفس المنظر، حته مدوره بس ما فيهاش شعر. ما فيهاش شعر خالص. زي ايدي كده فاضيه تمام، ولا قشر ولا فيها هرش ولا اي حاجه خالص. ساعتها نقدر نفرق بينها وبين القراع. دي تعلبه. ودي بتبقى مرتبطه بالعامل النفسي 100%. طب نروح بقى يا دكتور للجدير المائي، لان دي من الحاجات اللي بتنتشر دايما في المدارس بين الاطفال، عايزين نعرف نلحقها ازاي من الاول ونشخصها ازاي من الاول. نلحقها ازاي؟ طبعا من اللي احنا طول النهار عمالين نقول التعليمات اللي الام لازم تقولها للولاد والكبار يعملوها. معلش نعيدها تاني. يعني طبعا ما اكلش مع حد، ما اشربش مع حد. الام تدي لابنها الاكل بتاعه، منديل بتاعه، ازازه الميه تملاها من الحنفيه، كل وسائل الهيجين يعني. بالظبط، اللي هي النظافه العامه. ونفهم الولاد يعني بلاش نحتاج. طبعا المدرسين بياخدوا بالهم، بس الام لازم تقول. ده غير ان في كورونا اصلا. نعم، غير ان في كورونا. اصل خلي بال حضرتك، كل الفيروسات اللي بتنتقل عن طريق الجهاز التنفسي ده الموسم بتاعها. لان درجه، شفتي حضرتك احنا كنا حر اول امبارح. اليومين اللي جايين بتنخفض لحد 29. ممكن بعد كده تعلى. الارتفاع والانخفاض ده هو المشكله. طب ويسبب لنا ايه بقى التقلبات الجويه بتاعت الخريف دي؟ اهم حاجه بيضه في الجهاز المناعي، كبار وصغيرين، وده بيسهل اصابتنا بالامراض. التقلب الحاد ده بيأثر على الجهاز المناعي بشكل غير عادي. كمان بيعمل حاجه غريبه جدا للكبار بقى. هتلاحظ ناس كتير تبقى يجي لها نوع من الاكتئاب شويه. اكتئاب؟ طبعا. فيبقى في اكتئاب وفي توتر. والواحد يبقى يقول انا مش عارف انا مالي، انا مش مبسوط، هو ما عندوش حاجه بسبب التغيرات الجويه. في حاجات كمان امراض جلديه بتظهر بس في فصل الخريف او مع التقلبات الجويه، زي ايه يا دكتور؟ معظمها فطريات. يعني اتكلمنا على الفطريات اللي بتسيب الاولاد، الكبار بقى بيجيلهم فطريات. زي ايه؟ تينيا بين الفخدين. بتكتر لكن في الوقت ده وبين صوابع القدم بتكتر قوي. مع التغير ده، وبتظهر طبعا عليه التهاب شديد وحرقان وبيبقى مؤلم جدا، واللي بيجي في الصوابع برده بيبقى مؤلم ويعمل ساعات ريحه مش كويسه. برضه في الفترة دي من السنة. طب بمناسبة الفترة دي بقى، الحساسية الناس كلها بتشتكي الحساسية، فنعمل ايه وخصوصا الأطفال كمان؟ ليه بيجي في حساسية في الفترة دي؟ لأن برضه هتلاحظ ساعات أيام في اضطراب. أول ما يبقى في هواء باضطراب كده، الله يكون في عون مرضى الحساسية. طبعا. سواء جلدية أو صدرية أو العيون أو كده، والجلدية طبعا أكتر حاجة بتأثر بيها. طب نعمل ايه؟ لو أنا مش هضطر أخرج، حد كبير ما أخرجش في اليوم ده. يعني اول ما اعرف من هيئه الارصاد ان اليومين جايين فيهم تراب، اقعد في بيتنا، اقفل الازاز بالشيش واقفل على نفسي وما اخرجش. الاطفال طب المضطر يخرج الماسك. هنا الماسك بقى مش عشان كورونا وبس، فلتر. وانا دايما اقول للناس اي يوم فيه تراب البس الماسك وانت ماشي في الشارع. ده هيحميك بشكل كبير جدا، خاصه مرضى الحساسيه. ده بقول للناس العاديين حتى. اللي ما عندوش حساسيه لو فيه تراب حط الماسك. بس دي حساسيه الصدر اعتقد. لا، ما هي حساسيه جلديه بتيجي من ان انا شم تراب. حقيقي؟ طبعا. ليه؟ اقول لحضرتك حاجه، التراب ده جاي من الشارع. صحيح. الشارع فيه مواد عضويه كتير، مخلفات نباتيه، مخلفات حيوانيه، حاجات كتير في الارض. دي انا ما بستنشقها عامل محفز لظهور اعراض الحساسيه او الاكزيما عند الانسان.
بتظهر ايه بقى؟ حساسيه زي حمونيل مثلا، بتظهر زي بطش حمراء، بتظهر ممكن في ناس بتجيلهم عليه ارتكاريا. تبص تلاقي يهرش جامد وتضرن في الجلد احمر شويه، هنا يتنقل هنا، يطلع في الوش وره من الشفايف، في هرش جامد جدا ومؤلم. الاكزيما تبص تلاقي حتت في الجلد فيها التهابات وعليها زي فقاقيه مائيه كده ومعاها حكه شديده، برده ممكن تيجي مع التغيرات الجويه. فده نوعين من الحساسيه يسيب الجلد لو انا تعرضت للاضطراب بتاع الفتره دي. وانا عايز اقول للناس الفتره دي اصلها هي بتبدا في 21 سبتمبر وتنتهي في 20 ديسمبر، يعني خريف وقت 20 ديسمبر. عشان كده تلاقي ممكن تلاقي في اخر نوفمبر درجه حراره 20 وقبلها كانت 35 او 30، فالتغير ده في تقلب. في تغير بيعمل كل المشاكل اللي احنا بنقول عليها دي. طب من وجهه نظر حضرتك بقى، ايه اكتر الامراض الشائعه اللي بتجيلك دلوقتي في الفتره اللي احنا فيها دي، وفتره اللي مليانه تقلبات؟ كولكشن الحقيقه، يعني كولكشن. عايزين نعرف ايه الكولكشن الميكس الجميل يعني ده. حاجات الحساسيه طبعا. طبعا رقم واحد الحساسيه اكتر حاجه بنشوفها اليومين دول، يليها الامراض الفطريه اللي انا قلت عليها. اوكي، ففي حاجات تانية دكتور عشان احنا خلاص. الجديري على فكره الجديري طبعا، الجديري مين؟ الجديري والحزام الناري. ايه الحزام الناري يا دكتور؟ الحزام الناري ده بقى قصه لازم الناس تعرفها. الجديري اللي بيجي الاطفال الصغيرين ده ويطلع عليه الطفح ده فيروس. بعد ما بيخف الفيروس ده ما بيسيبش الجسم، بيتحرك ويمشي يروح يكن في النخاع الشوكي داخل العمود الفقري الورم، ويفضل كانن كده سنوات طويله 20 30 40 سنه. بعد ما ثاني يكبر لو في فتره بيتعرض مثلا لتوتر او شد عصبي، حاجه تاثر على المناعه او المناعه تقل، ينشط يظهر هو في النخاع الشوكي، يروح طالع واخد خط المسار بتاعه عصب من الاعصاب ويمشي مع العصب كده يلف الجسم، عشان كده اسمه الحزام. ونظرا لانه واخد العصب عامل فيه التهاب فبقى سموه ناري. ليه؟ لان حرقان غير عادي ويلف الجسم. طب بتبقى اعراضه ايه؟ حرقان غير عادي وإيه؟ بيبدا حضرتك الاول بوجع مجهول، يعني تيجي الانسان يقول لك انا عندي وجع، ده يعني يظهر عندي كلى، ده يظهر عضلته مش عارف ايه، يعني حاجه مش جلديه خالص، خالص. احساس بحاجه عضويه او في وشه يقول لك انا مش قادر، نار ووجع. فجاه بعد اسبوع او خمس ايام تلاقي ايه، حصل طفح جلدي في جنب واحد تتكون عليه فقاقيه مائيه تشبه بالظبط فقاقيه جديري. اصله. طب علاجه ايه دكتور؟ ده بناخد بندي ادويه مضاده للفيروسات، وده مهم قوي تشخيصه بدري، لان اذا خد العلاج من الاول بدري في خلال اسبوعين المرض بينتهي. لو اتاخر في العلاج للاسف المريض بيقعد بالوجع ده 6-8 شهور، احيانا يصل سنه. لان زي عارفه عامل زي عصب الضرس عريان، عصب ملتهب. طب لو اتاخر في العلاج ايه اللي يحصل بقى؟ بيحصل بقى الطفح الجلدي يختفي ويفضل الوجع الجامد ده من 6-8 شهور. وفي ناس انا شفتها قعدت سنتين. طب يا دكتور، في اطفال دلوقتي بيشتكوا انه بيظهر على جلدهم زي قشور، يعني محمره وفيها هرش جامد قوي زي سبوت كده في الوش. لا خلي بالك، وفي الجسم من الامراض اللي بتبدا تظهر في اخر الخريف ويزيد مع الشتاء مرض الصدفيه. الصدفيه بس طبعا لازم الدكتور يشخصه. مش ان انا بقول كده فكل واحد عنده بقعه حمراء عليها قشره، ممكن او بتحرق او كده، ممكن نخاله ورديه، ممكن حساسيه. يعني ممكن حساسيه تظهر عليها بقعه حمراء عليها قشره خفيفه. انما من امراض بدايه الخريف والشتاء الصدفيه طبعا، وبالزيت حدتها جدا، تلاقي بقعه حمراء سميكه عليها قشور بيضاء وبيبقى فيها طبعا هرش جديد، وهو مرض غير معدي بالمناسبه. نطمن. وليس الناس بتخاف من الصدفيه، لا مرض غير معدي. طب بما ان خلاص احنا بنقول فتره الخريف وبعدها الشتاء، في حاجات كتيره جلديه بتنتشر بين الاطفال، من ضمن الحاجات بسبب البرد ان هم بينزلوا الصبح في البرد والكلام ده كله، ساعات في اولاد تحس ان ايديهم برده عليها حتت ناشفه، حتت مش عارفه دي اكزيما الصراحه ولا ايه، بس بيعانوا من نشفين في الايد، حرقان، احمرار زياده، او حوالين الفم او في الوش، فنعمل ايه للولاد دول عشان نقيهم من الموضوع ده؟ عايزين نفرق بين حاجتين، الجفاف العام ده، وده بيحصل للكبار والصغيرين، وممكن تلاقي الدراع برضه تلاقيه ناشف جدا وزي ما بيكون في قشره خفيفه في الرجلين، وبين الالتهاب او الاحمرار اللي بيبقى حوالين البق او في ظهر الايد هنا، اللي الناس تقول عليه الاشف. الاشف ده ليه؟ لان الولاد مع البرد بيكسلوا كتير قوي بعد ما يغسلوا ايديهم ينشفوا. يعني ده السبب الرئيسي من الميه مع البرد. او تلاقي ولاد وهم قاعدين حركه كده بيعملوا قاعدين كده غصب عنه، فبيدل المنطقه دي
التهاب بقى، فتبقى عامله ميه مع الهواء مع البرده تعمل جفاف وتعمل تشققات في الشفه كمان. فدايما الام تخلي بالها، وانا دايما عايز اقول لهم خلي بالكوا دايما من حركات الولاد المش طبيعيه. يعني لما تلاقي ابنك دايما بيعمل حاجه كده مش مظبوطه unusual يعني، زي مثلا تكون تفسير او دليل على حاجه ثانيه، تبص تلاقي عضو لا الضوافر او الجلد يحمل الضوافر، وتلاقي الام تقول لي ده الولد ضوافره بايظه وده مرض، او لا لا ده حاجه نفسيه، ده في حاجه مضايقه في البيت او في المدرسه، فبيطلع ده في الحركه دي. طب هو قاعد يعمل كده او يقرقط ضوافره، دي عاده مش كويسه خالص، لان ممكن تنقل له امراض بكميه فيروسات وفطريات وبكتيريا وتعمل مشكله. فدايما ناخد بالنا من العاده دي، وبتظهر الايام دي برضه اولاد كتير مع بنات المدرسه بيبقوا مش مبسوطين وما راحوا المدرسه، وفي يوم تلاقيهم بيعيطوا وبتاع في الاول كده، تظهر عندهم الحاجات دي. او بقى الميس بتضايقه، الاستاذ مش او ولد جنبه بيضايقه باستمرار، الولد يعني ما بيعرفوش يعبره، او بيرجع مكسوف يقول باباه ومامته ان في حد بيضايقني. فيعمل ايه؟ يطلع عيني في نفسه بقى حاجه سايكولوجي. الام دايما تاخد بالها، لازم اقول لهم خلي بالك من الولاد والبنات، اي حاجه مش طبيعيه بيقرقط بيعمل كده طول ما هو قاعد، ساعات الولاد يعملوا حاجه يعمل بق مش عارف حركات كده، حاجات نفسيه لازم اركز معاها قوي. هو ليه الشق النفسي بيأثر بشكل كبير جدا على الامراض الجلديه وجميع اعضاء يعني الجسم طبعا، بس في حاجات، في امراض بتظهر يعني، ممكن الناس يطلع له طفح جلدي بسبب ان هو نسيته مش كويس، وشعره يقع، وشعره يقع مثلا بالظبط، ومشاكل جلديه كتير جدا. لان العامل النفسي طبعا هو، انا لما بتعرض لستريس جامد في مجموعه من الهرمونات بتعمل تغير كيميائي في الجسم، فتبدا تاثر على كده وتاثر على حاجات اخرى. ده احنا لقينا دي دراسه جديده خالص على فكره، كنت لسه هتكلم عليها لسه اول مره اتكلم معاكم عليها دلوقتي، ان لقوا التعرض للاكتئاب والستريس وان انا اشيل هم كتير ده بيؤدي الى ظهور اعراض الشيخوخه المبكره والتجاعيد على الوش. طبعا مش بس كده، وصلوا ان دي ممكن تقلل من عمر الانسان، شايل الهم بدري يعني بالظبط، فبتاثر على الشيخوخه وبتاثر على عمر الانسان وبتسهل اصابته بامراض عضويه. فده موضوع مهم جدا. طبعا انا دايما اقول للناس على فكره ما فيش حاجه تستحق ان واحد يخسر صحته عشان صحيح. طبعا يا دكتور. طب احنا بما اننا اطمننا على الاطفال كليا، عايزين نهتم بالبنات شويه. اثار الحبوب يا دكتور يعني، يا ريت سؤال كل يوم، سؤال كل يوم وكل ثانيه وكل ساعه. الحبوب الشباب اللي بتطلع دي قد تترك اثار تلقائيا او قد تترك اثار نتيجه اخطاء مني. ناس كتير بيقعدوا يلعبوا في حبوب بصوابعها، وفي ناس هم قاعدين بيذاكروا وهم ياخدوا، بتبقى ماسكه القلم جايه وتقعد تلعب فيه، او تقعد تعصر وتطلع الحبوب دي. لو حد بيفرقعها مثلا، ده اللي بيسيب الحفر. ساعات تشوفي ناس كده عندها كبار وشها مليان حفر، ده كان صغير كان بيعمل كده، بيلعب في الحبوب. فانا بقول للولاد اوعى تلعب في الحبوب ولا تحاول تصفيها ولا. طب ايه الحل بقى؟ نعالج الموضوع ده ازاي؟ لا نعالج اثار الحبوب دي ازاي؟ اذا كانت حفر يا بالليزر يا بالتقشير، بس الليزر بيبقى احسن على حسب عمقها. لو الحفره دي عميقه قوي لا ينفع الليزر ولا التقشير، هنا بنضطر نحقن فيلر. طب ولو على سطح الجلد؟ لو فلات كده الليزر بيعالج على طول. على طول على طول. بس قد تترك الحبوب بقع مش حفر، دي ممكن كريمات تفتيح. كريمات التفتيح بنستخدم كمان تفتيح، بس دي لازم طبعا استشير فيها طبيب. لا طبعا. كويس انك قلت كده، لان في ناس بتستخدم وصفه غريبه جدا بيقولوها لبعض البنات. الوصفات بقى اللي على الجروبس دلوقتي. مكونه من 3 دهانات. منهم كريم حارق. يعني مش وصفات طبيعيه، ده حاجات كيميكال. نعم. مش حاجات طبيعيه حتى. بالمواد الصيدليه. خلطه كيميائيه. الخلطه دي معروفه الخلطه الثلاثيه اسمها كده. وده دي بتعمل مشاكل في الجلد غير عاديه. بتعمل ايه بقى يا دكتور عشان لو هم عارفين الوصفه اللي بيسمعوا يبقوا عارفين المشكله؟ ونقعد نعالج في اثار الحروق. فانا يعني ارجوكم او ارجوكنا لو في اثار الجا للطبيب. بس انا فضولي دلوقتي بيقول هي بتعمل حروق عشان اكيد كريمات التقشير بتبقى زياده صح؟ ايوه. فبننزل بقى نتعرض لشمس، بيحط معاه كورتيزون عشان تقلل التاثير، فكريم تفتيح يعني تقشير جامد جدا ومعاه كورتيزون ومعاه مضاد حيوي، فبدل ما نعالج احنا كده بنعمل كوكتيل يا بشع كوكتيل. يعني عارفه عامل زي ايه؟ عارفه تركيبه البرد؟ حقنه البرد، حقنه البرد بتعمل سودا وبتموت. نفس الكلام. اللي هو اروح عامل تشكيله ادويه
اللي كل اللي ما جاش ده يبقى ده. طب احنا سمعنا برضه يا دكتور عن وصفه منتشره على جروبس البنات برضه بتتقال لعلاج القشره مثلا، بيقول لك يعني تحط كلونيا على ليمون ونعمل بيها فروه الراس كلها، ده ممكن يؤدي الى ايه؟ لا طبعا الكلونيا فيها الكول، فيها سبيرتو، فهتعمل التهاب فروه الراس. اعتقد ده ممكن يعمل تهيج عشان يعني خلطها بالليمون. لا التهاب كمان الليمون هيعمل، لو البشره حساسه هيولع الدنيا. الليمون ده الناس على فكره بتسيء استخدامه، في ناس بتستعمله عشان تاخد تان في الشمس، ما اعرفش ازاي. هو بيعتبر ان الليمون طبعا سيتريك اسيد، ده حامض فبيدوب القشره، بس في وسائل تانية احسن كتير. اجيب اي شامبو قشره عادي، اي شامبو قشره، بس الناس ما بتعرفش تستعمله. طب قول لنا اللي بتحطه على الشعر مش على فروه، بتغسل بيه الشعر بتاع شامبو؟ لا هو مش القشره مش في الشعر، القشره في الجلد. فانا بغسل شعري بالشامبو وبعدين اعمل مساج لفروه الراس واسيب الشامبو على فروه الراس 10 دقائق عشان ده دواء، وبعد كده اشطفه. لو عملت الكلام ده يوم بعد يوم الشعر مش هيبقى عندي قشره خالص. هيك كنت قلت كمان وصفه ثانيه، التسع مقادير من الميه على مقدار من عشان الحبوب من الملح. ده الحب شباب. في ناس بتستعمل بقى مقدار من الخل على مقدار من الميه تقريبا للشعر والقشره، هل ده فعال ولا؟ كويس، بس اخففها قوي. ما برضه ما يحطش الخل على طول على فروه راسي، هيعمل لي زي الليمون، هيعمل حرقان. باخد شويه يعني معلقه على طبق كبير واقلبه ونعمل تدليك خفيف و10 دقايق ونغسله. دكتور هاني انت نورتنا النهارده وحقيقي بتنورنا في كل حلقه. دكتور هاني الناظر استشاري الامراض الجلديه ورئيس المركز القومي للبحوث الاسبق، نورتنا وصباحك صباح الورد. بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور، وبشكرك يا سلمى شكرا جزيلا. مشاهدينا خلصت حلقتنا، استنونا بكره في يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم صباح الورد.